طريقه الفراخ دي برضو طريقه الفراخ المشويه. عندي هنا تتبيلتين، احنا عملنا سته دول بقيه التتبيلات. طبعا تنقي اللي يعجبكم، تنقي اللي يليق عليكم، بس كلها طرق حلوه جدا وتتاكل، يعني ما فيهاش حاجه غريبه ولا حاجه يعني تحس ان في ايه الغريب ده، لا كله طبيعي جدا، بس مجرد الاطعم مختلفه. يعني دلوقتي انا هعملها دلوقتي، في عندي هنا التتبيله دي اللي هي بايه؟ طماطم مبشوره، بصل مبشور، فلفل حامي او رومي زي ما انت عايزه، وحاطه ورق لورو حبهان، على فكره الورق لورو مطحون برده، وعصير ليمون، وطبعا ملح وفلفل. الطريقه دي يمكن تكون عاديه، بس كناش بنحط الايه الطماطم المبشوره، بتديها طعم حلو جدا ومميز، بيخلونها حلو قوي، وشويه زيت عليها كمان. هنا احط زيت وهنا احط زيت، تمام. يبقى هنا عندي هنا الطماطم المبشوره حوالي 3 حبات طماطم كده مبشورين، على بصلايه مبشوره، على فلفل رومي او حامي زي ما انت عايزه. دي انا هحطها في كيس على فكره، لو انا هحطها على شوايه بلاش تحطي فلفل عشان بيتحروق، انما انا هحطها في كيس حراري فهحط معاها الفلفل ده. ومعايا هنا ورق لورو وحبهان الاثنين مطحونين، نص معلقه ونص معلقه كفايه جدا، ومعلقه كبيره عصير ليمون وملح وفلفل. طريقه سهله لذيذه، ادي كده طماطم مبشوره، بصل مبشور، فلفل حامي، لو انا حامي ما كترش طبعا، يبقى هو قرن واحد كفايه جدا، ورق لورو، حبهان، نص معلقه صغيره نص معلقه صغيره، عصير ليمون معلقه كبيره، والملح بقى معلقه كبيره مش مليانه بالشكل ده، او معلقه صغيره مليانه، ونص فلفل اسود، واروح ايه نقلبه ده كله كده مع بعضه، ونقع فيه الفرخه، واروح زي ما اتفقنا ان احنا بنحطها في الكيس وبعد كده على الطبق وتكون بظهرها. طب انا وريتك ان احنا بنحشي الفرخه ازاي وبنحطها ازاي وكل الكلام. طبعا بنفتحها فراشه بالشكل ده، بنفتحها من ظهرها، بس انا عايز اكسر العظمه دي علشان ايه تبقى مفتوحه في الطبق. يعني اما اجي اعمل كده اخد برده السلسله اللي هنا دي، انا فتحها فراشه بس اخد دي كمان كده عشان ابقى مفروضه معايا كده بالشكل ده، مش تبقى كده اهي مفتوحه بالشكل ده الفراشه كده، واروح حطها بقى في التتبيله. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، واروح حطها هنا كده. ولما اجي اخزنها بخزنها ازاي؟ على ظهرها بالشكل ده، هوريكي دلوقتي انا بعملها. بس خلاص التتبيله دي كده زي ما هي، اروح بقى للفرخه الثانيه. التتبيله الثانيه دي هعملها بالصلصه والكاتشب. بصي كلها حاجات بتاعتنا بتاعت بيتنا العاديه جدا المصريه او العربيه، بس فيها تكاثف وغضاره بتخلي طعم الفرخه مختلف. بس فانا عندي هنا هحط معلقتين كبار من الصلصه، عليهم حوالي نص كوبايه من الكاتشب، او معلقتين كبار من الكاتشب، يبقى ايه معلقتين كبار صلصه، معلقتين كبار من الكاتشب، ومعلقتين كبار من الزيت، تمام. هنا هحط شويه زيت بطشه، نفسي احط زيت هنا عشان ما انساش، حط في التتبيله دي معلقتين زيت كده. وهنا الحاجه اللي فيها طماطم دايما احب احط لها ايه شويه زيت، بيلمعوا جدا مع الطماطم. هنا برضو معلقتين كبار صلصه، صلصه عاديه جدا اللي من بطرمان، معلقتين كبار كاتشب كبار، هاي يعني اغرفي كده المعلقه خليكي كريمه شويه فيها، معلقتين كبار عصير ليمون، معلقتين كبار من الزيت، يعني بس كده تمام، حبهان مطحون، كمون نص معلقه كمون صغيره، بصله مبشوره، ملح وفلفل، معلقه ملح صغيره مليانه، ونص ايه فلفل اسود. يبقى هنا التتبيله دي هي صلصه مع كاتشب مع عصير ليمون، ملح وكمون وفلفل، والبصلايه المبشوره، وشويه الزيت. يبقى هنا دي كده ده نوع من التتبيله بتاعه الفراخ المشويه. يبقى انا كده عملت لكم 8 تتبيلات مختلفه للفراخ المشويه. انت بقى شوفي انت عايزه، ان شاء الله الحلقه دي هتتعاد كلها على بعضها، يعني هعد لكم 8 تتبيلات من الفراخ المشويه. حاضر اهو كده تمام، واخدها كده بسم الله، واخلي دايما التتبيله ببطنها كده، تتبيله كده هنا تمام،
ولما اجي اشيلها، انا قلت ان في الفلفل ده احط فلفل حامي او رومي زي ما انت عايزه، هحطها في كيس اللي هو الكيس الحراري عشان لما تستوي تستوي بقى ان شاء الله ما يتحرقش معايا ايه الفلفل ده. فهروح واخدها كده، لما اجي اسوي بقى، لما اجي اسويها بخلي العظم هو اللي تحت والجلد لفوق، يعني ده وانا مخزناها مخليه الجلد لتحت والعظم لفوق عشان تشرب تتبيله حلوه جدا. اجي بقى اسوي ادخلها الفرن او شويه في الشوايه بقلبها، اخلي العظم هو اللي لتحت والجلد هو اللي لفوق، تمام؟ في شويه في الفرن زي ما انت عايزه بقى. حطيتيها على النار تعمليها بالطريقه دي، عشان لو حطيتيها الجلد لتحت هتلاقي لزق وبقى شكلها وحش قوي، انما العظم بيستحمل شويه النار، انما في التخزين لازم تخزني الجلد هو اللي تحت والعظم لفوق. حاضر اهو، بصوا بالشكل ده كده، ده كيس حراري زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا نحطها بالشكل ده، واروح ايه حاطه التتبيله بالشكل ده. روحوا انتوا روحوا انتوا تمام، اشربها التتبيله كلها واسيبها بقى كده في الفريزر.